call me a god. You call me a god. إذن في مهمة استحواذ جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وبيكون في مهام الاستحواذ. طبعا قبل شوي خلصت مهام التوصيل، فالحين هنا في مهمة استحواذ نقدر نوصل لها بعد شوي. نشوف إذا ما حد دخل أونلاين فيهم بخلصهم. إذا حد دخل أونلاين بيكون شوية عليه مشاكل، ببدل لحد ثانية. بس أتوقع الحين إنه هذه أقرب واحدة مني واللي بخلصها. باقي دقيقتين ولا أتوقع إنه حد بيدخل معانا ليفل 3. أتوقع أيوة ليفل 3، وعندنا خط عشان تعطينا 5% زيادة. بس شوية الريح عاصفة، لكن أتوقع إن نقدر نتجاوز كل حاجة، كل الصعاب اللي بنواجهها. لذلك بنبدأ هذا المشن. هذا المستوى الأول وهذا المستوى الثالث. نشوف نبدأها. أتمنى إنه ما حد يشترك معانا ونروح نسافر إلى البحر. هذا لحد الحين ما حد داخل، فهذا شيء جميل. سيطرنا صراحة على عدد كبير 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 كبير. نشوف كم العدد اللي سيطرنا عليه. سيطرنا على 10 مصانع هنا في هذا الجزء من البحر. بدينا نخلص تقريبا، يعني ما أغلقنا ولا منطقة لحد الحين، بس قريبين. يعني عندنا منطقتين يبقالنا فيهن مصنع واحد، اللي هي لو تشوفوا هنا هذه المنطقة باقي مصنع واحد، وهذه المنطقة باقي مصنع واحد، هذه المنطقة باقي مصنعين، وهذه المنطقة فيها كم مصنع؟ واحد اثنين ثلاثة، لا هنا مصنعين طبعا وحيدات، وهنا ثلاثة. بس الحين بنسيطر على واحد، وبيبقى لنا واحد. نشوف انه ما حد دخل لحد الحين في المكانين. هذا المكان اقرب شيء من المنطقة، فحلو انك تسيطر عليه. بس لأنها ليفل 1 وهذا ليفل 2، لأن عندي واحدة بعد فبتعطيني 5% اللي هي بسبب رابطة الخط. هذا الخط بيعطيني 5% لما أسيطر عليهم باثنين. بعد دقيقة بتبدأ مهمة السيطرة، مهمة الاستحواذ. هذا المهام أسهل نسبيا إذا كان ما حد داخل أونلاين معك، بس إذا كان في كومبيتيتر معك فشوية تكون أصعب عن الكوب. بس مثل ما انتم شايفين ما فتحت عندي مهمة كوب في هذا الوقت، والسبب يعود الى انه اكيد مهمة الكوب حاجة انا مسيطر عليها، عشان كذا تظهر مهمتين بس، لانه المهمتين الثانيات انا اوريدي اصلا مسيطر عليهن، واحتمال كبير انه الناس راحت تسيطر على ذلك المهام. باقي 30 ثانية وصلنا للمكان، ولحد الحين ما حد داخل معنا. نقول الحمد لله وننتظر الوقت. ما عبيت مدافع الهاون، واوريدي باقي لي 15 مدفع هاون، فلازم اني اعبيه. عندي 28، فعمليات توصيل لازم اسويها. الشحن 44,000. الحين الفلوس بدأت تنقص بشكل متتالي. بدأت عملية الاستحواذ، وخالد نوبات جيمر هو الشخص الوحيد الموجود هنا. نشوف نستخدم مدفع الهاون بهالاتجاه نصيب ولا ما نصيب. هربوا 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 بسرعة. نشوف هذا، هل بيهربوا؟ هربوا بعد بسرعة. يهرب يهرب يتجنب. قريبة. اوكي ده هذا، كيف تهرب من هذا؟ لازم اطيح البرج اذا كنت اقترب منه. اوكي
نسوي بورد بما اننا موجودين. لا لا، اهم شيء اني ما اطلع من الحدود هذه. احاول ارجع من جهة اليسار لان سفينتي اقوى من جهة اليسار. ها عندنا التوربيدات، فجرته؟ ايوه فجرناه. نشوف لا السرعة، نشوف وصلنا 35%، باقينا 60. في هناك بعد برق ما شفته. نشوف في هذاك برق بعيد بعد ولا وش هذا؟ انطلق 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 انطلق. اوكي هاد اثنين بضرب واحدة منهم على الاقل، مستحيل ما اضرب واحدة منهم. اوكي صدهم. ما طاح. وصلنا لل 60% تقريبا. نشوف هذا ولا واحدة؟ اوكي صابت صابت صابت، حتى لو ما كتبوا لنا انها صابت هي صابت. ونشوف هذا، اتوقع ضربتين موفقتين، لا ما موفقتين. ايش كذا على بعد 500 متر؟ من وين مورق دم؟ اوكي وش هذا؟ وش هذا الجرافيكس اللي صار؟ اوكي قصبناهم وخلنا، ما اعرف اذا عبيت السفينه قبل ان انزل لانه اوكي غلطه كبيره سويت. اوكي لازم اعبي. نشوف هذا، تصيب ولا ما تصيب؟ تجاوزونا؟ لا صابت صابنا. هذا بعد بعيدين، عشان كذا اريد اغير ديمي لانه صار ما ينفعني. نشوف هذا. اوكي هذه الاصابات حلوة، وهذه دمرنا خلاص. اتوقع ما بقى شيء، 80% الرجي. ناخذ الفضة اللي موجودة هنا. ما اريد استخدم، او لما لا هات واحدة وهذا واحدة. خلاص تقريبا. خلاص خلصنا.
خلصنا مهمة الاستحواذ في 10 دقائق من هذا الفيديو تقريبا. خلصنا مهمة الاستحواذ هذه بنجاح. سيطرنا عليها، نمليها. ليفل 3 حلو. هنا نملي. وإيش بعد نقدر نسوي؟ أتوقع إني برجع ل في فاست ترافل قريب مني. ما في فاست ترافل إلا هذا، أو نرجع لسانت إن. ليش ما أقدر أسوي هذا؟ أريد أسوي مهام الإمداد. anyway نرجع لسانت إن، ومن سانت إن نسوي السكر، نشوف إذا في مهام نقدر نسويها. بعد أروح أصنع المدافع الهاون، وأشوف إذا أقدر أصنع السلاح هذا. أعرف إنه بقدر أنقص قوة سفينتي. المشكلة إني ما أقدر أعرف بالضبط وين الجزر اللي مطلوبة في هذه الخرائط، خرائط الكنز اللي عندنا. الحين هالمرحلة من اللعبة خلاص بتبدأ إنك يكون أكثر شيء عندك مهام توصيل وكذا. أقدر أوصل هذه لأنه أوريدي ممتلي، لكن ما أريد أروح في مهمة واحدة من التوصيل، مع إن الحين جالس أخسر وقت. جالس أخسر وقت صراحة، إنه ما جالس يتعبى يعني، وهو أوريدي فل. بس وش نسوي؟ ما يخلص إني أقضي مهمة كاملة يعني فقط لتوصيل حاجة واحدة. أفضل إنه يجتمع عن أكثر من مهمة مع بعض وأوصلهم. ناخذ هذا المعدن لأنه بنصنع مدافع هاون بعد شوية. أتوقع عندنا المدافع الثانية. لا 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 لا، الديمي باقي 16 طلقة. الديمي ما أريد أستخدمه. هذا باقيات أكثر. الديمي بعد يستخدم كمية كبيرة من المدافع، من السلبيات اللي في الديمي. أعرف إن بداية اللعبة كان الديمي عاجبني كثير وكنت أعتبره أفضل سلاح عندي، بس الحين بعد ما وصلت لهذا السلاح اللي على الجانب الأيسر أصبح الديمي ما بهذه الكفاءة. ناخذ هذا. نرجع للجزيرة ونشوف. نسوي تتبع لأحدث الأسلحة اللي تظهر لنا، أو بروح أشوف أروح أشوف إنيتا وش ممكن إنها تبيع لي. يمكن ببدأ مهمة التجميع، لأن قبل شوية صرفت 400 وبعدين صرفت 200، فهذه بروحها 600 وأنا اللي أحتاج له 1500. فما أعرف إذا جلسنا نجمع كم نقدر يعني نوصل. إذا بدينا نجمع كم نقدر نوصل. نشوف تشيرلوك وش عنده. أتوقع في مهمة عند تشيرلوك ولا شيء. اللعبة كأنها لاجينج قبل شوية صار. أنا أعطوك أو عندي واجد حاجات في المستودع، خلينا نفتح. ليش لا؟ يمكن يعطوني سلاح أو شيء. ما هذا المستودع، هذا المستودع. يمكن يعطوني سلاح قوي أقدر أستفيد منه حاجة. شوف صناديق هنا، ما عندنا ولا صندوق. هذا ننقلهن، ننقلها، ننقل، ننقل. ننقلهم. خمسة آلاف من الفضة. منجنيق الإحراق ليفل 3 اللي عندي في الأمام. هذا حلو. بس مشكلته كمنجنيق الإصلاح ما أستخدمهن أبدا لأنه ما ألعب مع شخص آخر. مرقام ليفل 3، والله أريد مرقام.
نفتح هذا وعندنا سلاح إصلاح طويل. أريد أستخدم المرقام، راح يفيدني كثير. منجنيق الإصلاح ليفل 3 ما بيفيدني أبدا وإطلاقا. نشوف عندنا صندوق فارغ هنا. إلغاء. ناخذ قصب السكر، نقل إلى الشحنة، نشوف إذا نقدر. قبول. أتوقع مهام توصيل تفتح في حالة إنه كان ما شغال المصنع، فنشوف إذا نقدر نوصل المرة الجاية. نشوف إيش عندنا. أوكي، عندنا هنا بروح أوصل السكر أقرب. بس أولا أريد، قلت أشوف وش من الأسلحة أقدر أطور. أريد أنا نفس الشيء، أخلي التكرير. باقي 12 دقيقة عن الاستحواذ القادم. رامي. الرامي الفاخر. بعد عندك الجوت، وعندنا هذا سيزال اسمه. اوكي، خلصنا كل شيء. خلصنا مكررين. اريد مدافع هاون، اريد نشوف اذا في سلاح نقدر نصنعه. توربيد، منجنيق، مدافع سيد النار البحرية، مدافع الهاون. ليس لديك المخطط، لازم اجيب هذا المخطط. كيف؟ اوكي. قلنا نريد هالثنين تلقبول كما اقدر اصنعهم. منجنيق الاصلاح، اريد هذا بعد. منجنيق الاحراق، تلوك بنجارة بعد. كل شيء في تلوك بنجارة. فأريد أصنع مع الهاون. نشوف في التاجر هذا إذا أقدر أشتري من عنده مدافع هاون. الحدد بعد كان المفروض إنه يبقى يعني مدافع هاون. لا ما في حاجة. أتوقع الحداد يقدر يبيع يعني مدافع هاون. وبعدين وش قلت؟ أعطوني سلاح، أعطوني سلاح أتوقع. أيوة أحب أتكلم معاك لأنك أنت الشخص. لا تقدر. أول مرة أشوف هالشيء. إصلاح إدارة السفينة. ناخذ لنا الأسلحة الديمي اللي على الجهة اليمنى ونشوف وش نقدر نحط. منجنيق إحراق أو إصلاح الطويل. منجنيق الإحراق، إصلاح طويل. أوكي، الحين هنا ما نقدر نزيد، هنا نقدر بس إصلاح ما نريد. اوكي، نقدر نبدل الهاون. اذا ليش انا قضيت هاون؟ لا المرقام. اوكي، نقصنا هذا بسبب الديمي. لا اوكي، هل احط المرقام في الامام وعلى الجوانب منجنيق؟ عندنا يعني المنجنيق. اوكي، نقرب كذا ونشوف وش نقدر. انتقال سريع. هنا اوكي، الافضل ان انطلق بدون انطلاق سريع ونسوي ابحار.
هنا نكون نهاية المقطع هذا. المقطع الجاي بيكون عن تزويد المصانع بالسكر. أتمنى أنه يعجبكم الفيديو، أتمنى أنكم تضغطوا على زر المتابعة، زر اللايك، وتنشروا مع أصحابكم، وتحاولوا توصلونا ل 450 متابع. شكرا لكم، نشوفكم في مقطع جديد.